ولكن الآن هو يفكر تفكير ميليشيوي، يعني نحطم البرلمان، نرقد في البرلمان ونجيب الزور، نجيب بوق نستفزك معناها باللايف، نصيح نعيط ما يخليكش تعمل كذا، هذه أعمال تاع ميليشيا، هو تفكير تاع ميليشيا. وفي بالهم هما اللي نجموا يرجعوا يحكموا البلاد بقبضة واحدة، أنا أقول لهم هيهات اليوم الخيار عليها، هيهات عملية صبر الآراء، أنا أقول إذا كانت تصير انتخابات الدستوري الحر سيكتسح. أنا عند بعضنا شي يقول حتى صبر الآراء كي ناخذوه كما هو يقول غالبية مسانديها هم فوق 60 ومن المرفهين، فوق 60 ومن المرفهين، شكون هما هذوما؟ هذوما الناس اللي كانوا يعبيوا من البلاد على حساب الشعب بحكم انتمائهم للتجمع. ولذلك انا اقول لك الشعب التونسي مش تجني على برشة توانسة اللي غاضبين من فشل اللي صاير اليوم. التوانسة اللي غاضبين انا نسمع، ما انا قلت لك في صبر الاراء يقول اغلبية من يساندوه هما هذوما الناس هذوما اللي فوق 60 ومترفهين اللي هما توانسة، وبالتالي عندهم حق الاقتراع، عندهم حق الاقتراع وعندهم كل شيء.